شانغهاي رئتها الصين الاقتصادية أضحى سكانها البالغ عددهم 25 مليون نسمة يبحثون عن ما يسد رمق جوعهم بشكل يومي عقب تواصل عمليات الإغلاق العام الذي فرضته السلطات الصينية للأسبوع الخامس محاولة السيطرة على فيروس كورونا الذي تفشى مجددا. بعدما ظن العالم بأن كابوس الجائحة قد بدأ زواله من بؤرته الأولى وبعد إعلان الصين انتصارها على هذا العدو، ها هي تعود لتسجل حالات جديدة للوباء تزيد على 8000 حالة جديدة و38 حالة وفاة خلال يوم واحد، كلها في شانغهاي، ما رفع عدد الوفيات إلى أكثر من 5000. وبالتالي فإن الحكومة ما زالت تعلن عن تواصل تدابيرها لمحاصرة الفيروس. لتقليل مخاطر انتقال الفيروس خلال ازدحام الأشخاص في موسم العطل، قررت آلية تنسيق الوقاية والسيطرة المشتركة في العاصمة تنفيذ البروتوكول الوقائي في جميع المتنزهات والمرافق الترفيهية المفتوحة خلال عطلة عيد العمال. وبالعودة لأرقام الإصابات والوفيات، فهي لا تزال لحد الآن من حيث الكم بعيدة على ما كان عليه في موجات سابقة، لكن من حيث التوقيت وتزايد وتيرة الانتشار يصبح الوضع باعثا للقلق عند المتابعين وجالبا مرة أخرى أنظار العالم نحو الصين مترقبا إلى أي منحى ستتجه الأوضاع الصحية التي فرضت على العالم قيودا قاسية أثرت بشكل كبير في اقتصاديات الكثير من الدول.